بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير. تنتمنى الحبابي أنهم يكونوا بصحة جيدة، يكونوا إن شاء الله يتمتعوا بطاقة إيجابية، يكونوا هذه الحبسة اللي إن شاء الله تكون من صالحنا، نكونوا نتعلموا بزاف الحوايج، نكونوا نضيفوا لبعضياتنا بزاف الحوايج، نكونوا إيجابيين إن شاء الله. ولو إحنا في داخل المنزل نكتشفوا بزاف الحوايج ونضيفوا لنفوسنا بزاف الحوايج. بزاف هما الرجال اللي يتعاونوا معنا، ولو أنهم تيضيفوا لنا شي حاجة. المهم ولات المساعدة داخل المنزل، والراجل تا هو تيشوف المرأة أنها ولات أنها تعرف المتاعب اللي تدوز منها. إذن الحمد لله هاد الموقف، هو هاد الابتلاء كان غادي يحط بزاف النقاط على بزاف البيوت، غادي يحسوا بالراحة، غادي يحسوا بالفرق ديال العائلة، غادي يحسوا بزاف الحوايج. إذن هذا معالجة نفسية ومعالجة الحياة كاملة، كوقفة مع الجسد، أو وقفة مع الضمير، أو وقفة مع الخاطر كما سميتوها. المهم هي وقفة لنتعلم نضيفوا لبعضياتنا بزاف الحوايج، ونضيفوا لنفوسنا بزاف الحوايج. إذا اليوم غادي نعطيكم واحد الخلطة زوينة، كاع الوصفات اللي سنعطيكم هما مجربين تديرهم بنتي، وانا بغيت نشاركهم معكم. ما فيها باس، جالسين القناة، بغيت ننوعها. اي حاجة بغيتوها ان شاء الله غادي تلقاوها في القناة. وبغيت نضيف شي حاجة للقناة، انني شي حاجة تجميلية، لان النساء تدخلوا عندي بزاف، بغيت نضيف لهم وصفات تجميلية. الناس اللي بغاو هاد المواضيع يحطوا لي تعليقات، واي حاجة بغاوها ان شاء الله غادي نحطها لهم. المهم هاد الوصفة هي تتكون من بيضة، جوج صاشيات ديال الكاكاو، عندك زيت الزيتون، عندك القهوة نسكافيه سريعة الذوبان، عندك الاكسجين، هذا اللي تنديرو الاكسجين، الماء ديالو. كان شعرك طويل غادي ديري وحدة ونص، كان شعرك قصير غادي ديري على حسب نص قرعة او قرعة كاملة، انتي على حسب الشعر ديالك. غادي ان شاء الله نضيفو، ندير البيضة كاملة، تديرو بيضة كاملة. غادي نضيف لها كاكاو، ان شاء الله غادي نكمل هاد الوصفه اللي حطيت لكم. ما قدنيش هذا، ولكن جبت وعاء كبير باش نخلط فيه هاد المكونات. المهم كاكاو راه 3 صاشيات ماشي جوج، لان انا سولتها قالت لي ماما 3 بيضه، 3 الخنيشات ديال الكاكاو، صاشيات او 3 دراهم ديال الكاكاو. المهم هيا الصاشية الثالثة، تتعطي نتيجة جيدة، بيضة كاملة، 3 صاشيات ديال الكاكاو، معلقة او معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، او 2 معالق. ندير معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، ندير تقريبا معلقة كبيرة، هاد المادة ديال الأكسجين اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يدير الخل اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. ولكن إلا درتي هاد الأكسجين تعطي مفعول قوي جدا في البلاصة. تقريبا كاين اللي تيديرها ساعتين أو 3 سوايع في الشعر ديالو، أو كاين اللي تيديرها حتى 5 سوايع، ولكن هي ديروها ساعتين وحيدوها كل مرة، غادي إن شاء الله ديروها حتى يعطيكم اللون اللي بغيتو. هانتوما غديرو تقريبا نص قرعة،
تعطيو فيها النص، هانتو تخو فيها النص. ثم الخلطه ديالنا هي، ولكن تخلطوها حتى ما يبقاوش داك الكاكاو مكور. الشعر على حسب الشعر، اذا كان عندك الشعر قوي خاصك الدوبلي الدوبلي هاد الوصفه، الدوبليها على جوج. الا كان عندك الشعر طويل، الا كان عندك الشعر قصير هي صباغه طبيعيه وفي نفس الوقت صالحه للشعر الا بغيتيه يولي بني. طلبوها مني الناس وانا درتها لهم. هاي شوف هانتو كي تجي، المهم هاد الوصفه راه جيده للشعر الا بغيتي ترديه بني. الا كان اشقر وبغيتي ترديه بني هو تيخرج 100%. اما انسان اللي كان عنده شعره اسود وبغى يردو بني غادي يبقى يديرو تدريجيا كل اسبوع يديرو حتى يحصل على شعر بني. اذا الوصفه ديالنا شاركت معكم وصفه اللي نديرو في البيت ديالنا وهي صالحه الناس اللي ما بغاوش يديروا الاكسجين يديروا قطرات ديال الخل، 7 قطرات ديال الخل. المهم هاي الوصفه ديالنا وجدات، نحاولوا نديروها للشعر، نخليوها مده ساعتين او ثلاث او 3 سوايع. الناس اللي عندهم الحساسية او شي حاجة يحاولوا يديروها ساعة فقط ويحيدوها ويبقاو يداوموا عليها كل اسبوع، غادي تعطيهم واحد الشعر رائع ان شاء الله. اذا احبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا ديروها وان شاء الله تجي معكم نتيجة، لانها هي عطات بزاف النتائج والناس بزاف داروها وعطات معهم نتيجة. اذا الى وصفة اخرى، حاولوا تخليوا لي لايك، حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس ان شاء الله.